اتكلمنا عن خطورة المرض واخدنا مين هي التيوبركل باسيلاي. هنتكلم دلوقتي بصورة باثولوجيكال البلمونري تيوبركلوزس بيحصل ازاي وايه هي الرياكشنز اللي بتحصل بالظبط. اول حاجة لازم نعرفها ان البلمونري تيوبركلوزس ده عبارة عن انفكشن او عدوى بتصيب اللنجز، وده هو الديفينيشن بتاع البلمونري تيوبركلوزس بكل بساطة. طيب العدوى او الانفكشن دي بتحصل ازاي؟ الطريقة اللي ممكن يتعدي بيها الشخص أو يحصل له بالمونري تي بي هي الانهاليشن أو الاستنشاق. يعني لو شخص عنده الديزيز ده وانا تعرضت للدروبلتس أو الرذاذ اللي طالع منه أثناء الكحة أو الكلام مثلا، هستنشق وهتعدي وتدخل البكتيريا داخل اللنجز بتاعتي وتعمل لي المشكلة. طيب بعد ما دخلت التيوبرك الباسيلاي وصلت اللنجز، ايه اللي هيحصل بالظبط؟ اللي هيحصل كالتالي: خلايا الميكروفيج هتيجي للمكان ده وتحاول تبتلع البكتيريا دي وتعملها فاجوسيتوزس، واللي هتساعد على كده خلايا تي سيلز او تي ليمفوسايت عن طريق انها بتفرز لي مواد زي الميكروفيج كيميتاكتنج فاكتورز، ودي مواد هتجذب لي خلايا الميكروفيج للمكان ده بسرعه اكبر، وكمان بتفرز مواد زي الميكروفيج اكتيفيتنج فاكتور عشان تحفز الميكروفيج انها تبتلع البكتيريا بسرعه اكبر. وهنا تبدا المشكله. المفروض ان في الطبيعي بعد ما الميكروفيج تبلع اي حاجه يحصل لها فيوجن مع الليزوزومز عشان يحللها وبعد كده نتخلص منها بكل سهوله، بس اللي بيحصل هنا ان بكتيريا التي بي نفسها بتفرز بروتينز معينه بتمنع الليزوزوم من انها توصلها او تدمرها، وتبدا بقى تتضاعف تتكاثر داخل الميكروفيج. اللي بيستوعب المشكله دي هو خلايا التي سيلز، فبتحاول تحاوط الميكروفيج عشان تمنعها من الانتشار واصابه اماكن تانية بما انها مليانه تي بي. ومش بتكتفي بكده، كمان بتفرز مواد اسمها مايجريشن انهيبيشن فاكتورز، يعني مواد تمنعني حركه الميكروفيج الموبقه دي وتخليها ثابته في مكانها. خلايا الميكروفيج بعد ما تحولت بخلايا التي سيلز واتمنعت من الحركة خارجها بتبدأ ترتب نفسها كده جنب بعض، فشكلها بيكون شبه نسيج الإبسيليوم أو النسيج الطلائي، بس هي ما تحولتش للإبسيليوم، هي جاست بقت شبهه في الشكل، فبسميها إبسوليويد، يعني النسيج الشبيه بنسيج الإبسيليوم. بعد شوية ممكن ألاقي خلايا الميكروفيج بعد ما ترصد كده جنب بعض، ممكن ألاقي حصل فيوجن في 2 ميكروفيج أو أكتر لحموا في بعض وكونوني جاينت سيل، واللي اكتشفها عالم اسمه لانج هانز فسماها على اسمه لانج هانز جاينت سيلز. ولزياده الامان الجسم بيبعت خلايا اسمها فايبروبلاست، ودي خلايا بتنتج لي الالياف زي الكولاجين، فبتحوط خلايا التي سيلز عشان تساعدها في منع خروج الميكروفيج من المكان ده. طيب بالعقل كده، شويه سيلز محبوسين في مكان ومتحوطين بكذا سيلز وكمان كولاجين ممنوعين من الحركه واي حاجه، وكمان مفيش بلاد سبلاي ليهم، ايه اللي هيحصل فيهم؟ ايوه بالظبط كده، في بعض من الخلايا دي هتموت ويحصلها نكروزس، وهنا بسميه كيزوس نكروزس او كازيشن، لان بقايا الخلايا الميته دي بتكون شبه الجبنه كده. والمنظر اللي اتكون ده بسميه جرانيولوما، وده عباره عن نوع من الكرونيك انفلاميشن او الالتهاب المزمن. طيب تعالوا كده نفتكر مع بعض ايه هي مكونات التي بي جرانيولوما او التي بي تيوبركل. اول حاجه الابيسيليويد سيلز واللي فيها التي بي، وكمان الجاينت سيلز وحواليها التي ليمفوسايتس، وبيحوطها من بره الفايبروبلاست بالكولاجين بتاعها، وكمان بيكون في شويه كازيشن في النص ما بين الخلايا. البلمونري تيوبركلوزس ممكن يتواجد في الجسم بصوره برايمري او سكندري، فعايزين نعرف ايه الفرق بين البرايمري بلمونري تيوبركلوزس والسكندري بلمونري تيوبركلوزس. زي ما عرفنا ان البرايمري ده في حاله ان التي بي اول مره تدخل الجسم، اما السكندري فدي حصل انفكشن قبل كده بالتي بي بس اتحلت باي حاجه ورجعت عادة تاني، بس هنا الجهاز المناعي بيكون عنده شوية معلومات عن البكتيريا دي وعارفها غير اللي في البرايمري، فبيكون التعامل معاها مختلف شوية. احنا قلنا في اول الفيديو ان في حالة البرايمري الليف نودز ممكن تتصاب على عكس السكندري، طب تفتكروا ده ليه؟ تعالوا نفكر كده مع بعض، تفتكروا الاميونيتي اجينست التي بي هتكون في حالة البرايمري ولا السكندري؟ ايوه بالظبط في السكندري، لانه اتصاب بيها قبل كده فعنده معلومات عنها. عشان كده بنلاحظ ان في حالة السكندري التي سيلز بتكون الميجريشن انهيبيشن فاكتور بصورة اكبر منه في حالة البرايمري، يعني في حالة البرايمري ممكن ميكروفيج او اتنين يقدروا يهربوا بره ويخرج خالص من بره التيوبركل، بس ده صعب يحصل في حالة السكندري. طيب ثانية، هو اللي بيهرب بيروحوا فين بالظبط؟ ايوة بالظبط، مش دي خلايا مناعية فهتمشي في مسارها الطبيعي، يعني هتعدي على الليمف فيسل لحد ما توصل الليمف نودز. طب هي لما تعدي مش هتعديهم؟ لا هتعديهم طبعا، وفي الليمف فيسلز هتعمل ليمفانجايتس، اما في الليمف نود هتعمل ليمفادينايتس. فكده عرفنا ليه الليمف نود احتماليه اصابتها في البرايمري اكتر منه في حاله السكندري. طيب بالنسبه للكازيشن مين فيهم اكتر؟ اكيد السكندري، احنا بنقول انها بتكون متحوطه بقوه اكتر والتي سيلز بتمنع اي ميكروفيج انها تطلع، فكده عدد السيلز اللي ممكن يحصل لها نكروزس اكتر، فبنقول ان الكازيشن في حاله البرايمري بيكون لس وفي حاله السكندري بيكون مور.
طيب البلمونري تيوبركلوزس بيكون فين مكانها بالظبط في الرئه؟ في حاله البرايمري بتكون في الرايت لانج ان ذا لوور بارت اوف ابر لوب او الابر بارت اوف لوور لوب. بالمناسبه اللانجز بتكون متقسمه اللوبز، يعني مثلا الرايت لانج بتكون متقسمه الابر وميدل ولوور لوب. طيب تمام، ليه بقى الرايت اكتر من الليفت؟ لان ببساطه البرونكاي او الشعب الهوائيه اللي داخل الرايت لانج بتكون اوسع من الليفت، وكمان بتكون نازله بشكل ستريت اكتر، فاحتماليه اصابتها بتكون اكبر من الليفت. المكان بتاعها بسميها على اسم العالم اللي اكتشفها جونز فوكس. اما في حاله السكندري فالمكان بيختلف وبيكون في الايبيكال بارت من الرايت لانج. واتفقنا ليه الرايت لانج، طب ليه الايبيكال بارت؟ عشان المكان ده بيكون فيه جود اريشن وهي بكتيريا ايروبيك فبتحب ده. نيجي بقى للفيت او المصير بتاع التيوبرك اللي اتكونت دي. والله لو الانفكشن كانت قليله مش بدرجه كبيره فهتتحوط بفايبرس تيشو ويحصل لها كالسيفيكيشن وخلاص. اما بقى لو كانت بكميه اكبر شويه والجسم منعته نص نص فهيحصل الكرونيك فايبروكيزوس بالمونري تيوبركلوزس. واللي بيحصل في الحاله دي انه بعد ما تكونت الجرانيولوما في الايبيكال بارت هتحاول تتمدد شويه وتكبر لحد ما توصل البرونكس وتفتح فيها وتعمل لي ايفاكويشن وتفضي كل اللي فيها عشان تكون لي كافيتي. في الاول الكافيتي ده بيكون ريجولار وسمول، بس بعد فتره بيتحوط بفايبرس اكتر فبتشد عليه فبيبقى سموث ولار. طيب لو كان بقى الانفكشن بكميه كبيره جدا في شخص عنده لو اميونيتي، فاما يحصل اكيوت كيز واستيبي نيمونيا، والنيمونيا يعني انفلاميشن او التهاب في اللنجز، او يحصل تي بي برونكو نيمونيا، يعني البرونكاي هي اللي موزعه التي بي على اللنج وعملت لها سبريد، يا اما يحصل ميلاري تي بي وده يعني حصل انتشار للمرض كله في الجسم. طيب تعالوا نتكلم عن الكومبليكيشنز او المضاعفات بتاعه البلمونري تيوبركلوزس. اول حاجه السبريد، وده ممكن يكون بصوره دايركت للاماكن القريبه او عن طريق البلد زي ما عرفنا في اول الفيديو. تاني حاجه الهيموبتسيس او كافينج اوف بلاد، يعني البيشنت يكح دم وده بسبب ان حصل ايروجن او تاكل في بعض البلاد فيسلز. تالت حاجه لو حصل رابشر اوف كافيتي وده يعمل نيمو سوركس، يعني يتوجد هواء ما بين اللنج والغشاء المحاوط ليها اللي اسمه بلورا، وده هياثر بالسلب على الفانكشن بتاعت اللنج دي. رابع حاجه لو حصل سوالوينج للسبيوتوم او بلغم، يعني البيشنت بلعه فهيعدي الانتستين ويعمل له انتستينال تيوبركلوزس. خامس حاجة ممكن يحصل لانج فايبروزس أو تليف الرئة، من كتر ما عمال يتكون تيوبركل أو جرانيولوما كل شوية والجسم يحوطها في فايبرس تيشو، فبعد فترة بلاقي اللانج كلها حصل فيها فايبروزس أو تليف ومبيجيش تأدي وظيفتها كويس، فالدم اللي جايها من الجلف بهدف إن يحصل له أكسجينيشن بيحصل له زي ارتجاع ويرجع تاني، فده ممكن يأثر على الهارت بتاع البيشنت ويعمل له هارت فيليور.